يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ هذا والله أعلم أنهم حين يشتد بهم الكرب يخلصون الدعاء لله عز وجل، إذا مسهم الضر في البحر أخلصوا الدعاء لله فنجاهم الله بسبب دعائهم وإخلاصهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يصلي، وقيل لولا دعاؤكم أي لولا وجوب دعوتكم، لولا وجوب دعوتكم إلى الإسلام. نعم.